نشكر الهلال الأحمر الإماراتي على زيارته المفاجئة هذه المستشفى الجامعي وتوزيعها السلل الغذائية لكل الطاقم الطبي خاصة التمريض الذي هم بحاجة لهذا. كما نشكرهم على تفقدهم في أحوال مرضى في هذا الظرف العصيب. نشكر الهلال الأحمر عن خدمته وكل حاجة، توفير كل حاجة، وما سبق قدم سلة غذائية للمستشفى الجامعة من سيناء. نشكرهم. أشكر الهلال الأحمر للزيارة المفاجئة، والشكر والتقدير لهم كثر الله إن شاء الله من أمثالهم للزيارة إلى منطقة ابن سينا إلى مستشفى الجامعي بإنفاق السلة الغذائية لكثير من العمال في المستشفى هذا. نشكر يعني تفاعلهم وتقدمهم بهذا الشكر، وشكر كثير إن شاء الله.